وذكر حجاج الشام خبر وفاة القائد عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي. من كبار القادة الشجعان الأجواد وسيد بني تيم في عصره، كان من رجال مصعب بن الزبير أيام ولايته في العراق، ولي له بلاد فارس وحرب الأزارقة، وكان قبل ذلك على البصرة. أرسله الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لقتال الخارجي أبي فدي عام 73 للهجرة، فقتل من أصحابه نحو 6000 وأسر 800، وعاد بعد ذلك إلى عبد الملك بن مروان فكان من جلسائه. توفي في دمشق عن عمر ناهز 59 عاماً.